معنا على التليفون دكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور، وكلمنا عما تعكسه التوجيهات الرئاسية المستمرة وآخرها خلال اجتماع الرئيس النهاردة مع رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة وعدد من المسؤولين بضرورة تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا. مساء الخير لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين. خلينا نقول السيد الرئيس بيهتم بموضوع توطين الصناعة والتكنولوجيا. يعني ايه توطين الصناعه؟ يعني احنا بنجذب عدد كبير جدا من المستثمرين ومن الشركات العالميه. قريبا كنا الاسبوع الماضي من اكبر الشركات الالمانيه في مصر، ازاي تطور تعمل تطوير لتوطين التكنولوجيا الصناعيه اللي هي النيو هاو، الفكره بتاعه الصناعه ذات نفسها. الامر اللي بيتكلم فيه النهارده السيد الرئيس اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي ووزارة الصناعة والتجارة والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بيوجه ازاي ان احنا النهارده نزيل كل التحديات، ازاي نزيد من حركة زيادة المنتجات اللي هي بتخش في المبادرات، ان كمان التوجيه العالمي جراء كورونا كشف لينا ان احنا في احتياج لزيادة من حركة التصنيع، علشان ده اللي هيخلينا نقدر ان احنا نفتح اسواق خارجية. والعالم النهارده بيكتشف ان في مصر فعلا قدره صناعيه كبيره، قدره تصديريه ان احنا نقدر نقوم بحركه تصدير. فكان اهتمام السيد الرئيس النهارده على عدد من المحاور، ازاي نزود عدد المصانع، ازاي نعمل حضانات صناعيه او بنسميها مناطق لوجستيه، ازاي ان احنا كمان نيسر حركه الصناعه للمصنعين وللمستثمرين ورجال الاعمال. كل ده النهارده هيخلينا نرفع من قدرتنا في التصدير، اللي هو الحلم اللي كان السيد الرئيس بيتكلم عنه، يا ريت نوصل لل 100 مليار دولار في فتره وجيزه. فده بيحتاج لشغل ومجهود كبير. هايل. هو ده كان فكره النهارده. ايه المكاسب الاقتصاديه لتوجه الدوله نحو التوسع في انشاء المجمعات والمدن الصناعيه على مستوى الجمهوريه؟ والله يا فندم حضرتك بتسالي سؤال في منتهى الاهميه. المكاسب اللي احنا بنشوفها دي مكاسب عده. اولا هنوفر العمله الصعبه، يعني احنا مش هنخرج عمله صعبه، احنا لما بنوطن تكنولوجيا فعلا بنحتاج عمله صعبه في انشاء المصانع، ثم بعد كده بينقضي الامر في ان احنا اللي بنصدر وبنجيب عمله صعبه. اثنين، ان احنا بنوفر يد العامله فبنقضي على البطاله. حضرتك في مقدمتك في الحديث اليوم بتقول ان احنا بنجيب طفل كل 13 سنه. قال لك بقى حضرتك ان تتخيلي ان احنا لازم نوفر فرصه عمل تقريبا لكل هذا المواليد اعتبارا من نهايه المرحله الجامعيه. فرصه العمل اللي احنا النهارده عشان نوفرها لكل طالب فرصه عمل تقريبا بتتطلب من الدوله صرف 100,000 جنيه. الرقم ده تقريبا من اربع خمس سنين، فما بالك كلما زادت الحركه التصنيعيه. ثلاثه، ان احنا النهارده لما عدد السكان بيزيد والمجالات النهارده التنافسيه امام الدول في الخارج للاسف بيخلي الاسواق بتاعتنا تكون فيها حركه تباطؤ. فاحنا بنسعى النهارده يكون عندنا مواكبه مع العالم الخارجي، فاحنا بنوطن التكنولوجيا، بنوطن الصناعه، بنوطن ان احنا كمان يكون عندنا مصانع خاصه بينا بشركاتنا، زي الرخام، زي الكيماويات، زي البتروكيماويات، زي ان احنا كمان يكون عندنا المحاصيل الزراعيه اللي بتقوم عليها عدد من الصناعات الكبيره. اعتقد احنا سباقين في الشرق الاوسط بهذا الامر. ممتاز، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدره.